مفهوم الهوية، الهويات تتعدد، هناك هوية مهنية، هناك هوية فكرية، هناك هويات أي مجموعة معينة أو أي نسق اجتماع معين له هويته. عندما نتحدث عن الهوية بمعنى الهوية الحضارية أو الهوية المجتمعية، فيجب أن يكون واضح أننا نتحدث عن نسق اجتماعي. هذا النسق الاجتماعي هي مجموعة من الأجيال من البشر اللي لها ماضي مشترك قائم على الحياة على إقليم مشترك. هكذا تتكون الأمم عندما يقدر لهذه الأجيال قرون من الحياة الكريمة من غير وصايا خارجية، تتكون هويتها. فالمدركات الجماعية هنا كأنها مقابل لما يمكن أن نسميه هوية أي أمة مجتمعية. فإذا كنا نتحدث عن هوية الأمة المجتمعية، فالمدركات الجماعية في رأيي أنا أو كما أستخدمها كأنها هي المعبر عن الهوية المجتمعية، أو هي المرادف لمفهوم الهوية المجتمعية. وما أعني بها يعني، أو يمكن أن أقول إنه من علامات استواء الأمم واكتمال تكونها التاريخي هو أن تتبلور لها مدركات جماعية. وما أعنيه هنا بالمدركات الجماعية نسق من المفاهيم، هناك مفاهيم أساسية فيها، لكن نسق من المفاهيم التي تضبط حياة الجماعة من الماضي إلى المستقبل، حركتها من الماضي إلى المستقبل، حركتها عبر الزمن عبر التاريخ. وهذه المدركات الجماعية عادة يكون لها مفهوم مركزي هو الذي نسميه بالمرجعية أو القيمة العليا. حضارات تختلف في هذا، يعني الحضارة الغربية مرجعيتها الأساسية الإنسان هو المطلق، فهو مرجعية ذاته يكاد يكون في المنظومة الغربية الحضارة الغربية. ومن هنا انبثقت الديمقراطية أو المنظومة الديمقراطية كتعبير عن هذه المرجعية. هذه المدركات الجماعية عادة يتم التعارف عليها من خلال حياة الجماعة عبر الزمن، وهناك تقاليد وأعراف تتبلور. ما تعبر عنه هذه التقاليد وهذه الأعراف هي مجموعة من المفاهيم اللي أنا أسميتها المدركات الجماعية. فهو هي ليست، أنا لا أتحدث هنا عن أيديولوجيا، إنما أنا أصف شيء. نعم. هو بداية أحب أن أقول إنه اهتمامي بمفهوم المدركات الجماعية مرتبط بما يعانيه شعبنا أو بمعناه شعبنا العربي في فلسطين، وأنا أحد أفراد هؤلاء، عندما اقتلع من الأرض فأصبح يعيش، لكن مع هذا ظل الفلسطيني يعيش انتماء، وظل ما هناك ما يجمع الفلسطينيين ببعضهم البعض وما يجمعهم بجماعتهم الجامعة اللي هي الأمة العربية. من هنا بدأ التساؤل، ما هو الذي يجمع وما هو الذي يبقي هذه اللحمة التي سمحت للفلسطينيين بالرغم من اقتلاعهم من أرضهم من أن يواصلوا حياتهم، يتضامنوا، يتعلموا، يدبروا لقمة العيش، ثم يصنعوا ثورة ويفجروا ثورة من أجل التحرير ومن أجل العودة. من هنا يعني كان الاهتمام في موضوع المدركات، وبدأ يتبلور يعني شيئا فشيئا. طبعا نحن ولعلي في تصوري يعني هذا سبب من الأسباب اللي أتصور أنه ممكن عرب فلسطين بشكل خاص يعنوا بهذا المفهوم. ويمكنك أن أيضا أن نستحضر هنا أن الفلسطينيين هم أكثر العرب إيماناً بأنه مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم مرتبط بالوحدة العربية، فهو تصميمهم على العودة وإيمانهم بالعودة
هو يقابل ويتمثل أيضا إيمانهم بوحدة أمتهم وبضرورة هذه الوحدة لتحقيق ما هو مطلوب. هناك بعض الاستفتاءات التي أجرتها حتى جهات غربية كان هذا الأمر واضح، كان في شيء من الإجماع عليه يعني. فنأتي هنا السؤال اللي حضرتك طرحته عن تجاوز هذه الفتنة بين النخب، لأنه عندما نحن نتحدث عن المدركات هنا نحن نتحدث عن تقاليد يمارسها الناس. أي عربي يقول لك الله واحد حتى لو لم يكن مسلما، يعني عندما تختلف معه ممكن هو يواجهك بكلمة يا أخي ربنا واحد، شايف؟ وهكذا مثلا مفاهيم أخرى عندنا، هذا حلال هذا حرام، شايف؟ هذه كلها أشياء تعبر عن مفاهيم، وأنا كما قلت يعني مرة أخرى إنه هذه المفاهيم بتضبط حركة الجماعة من الماضي إلى المستقبل، بتضع غايات. وهنا الأمة العربية مثلها مثل غيرها من الأمم المجتمعية الإسلامية تعتبر أنه نشر رسالة الله في الأرض والتوحيد وما يرتبط به من مفاهيم السلام ويعني مثل هذه المفاهيم هي قضايا، هي وظيفة حضارية لمجتمعاتها، هدف على مستوى الغايات. وعلى مستوى أيضا تجد هناك نوع من التشابه في المنطلقات اللي تحكم تفكير الناس، مثل ضرر لا ضرر ولا ضرار. بالنسبة نحن كأمة عربية بتصور حتجد هناك قناعة بأن الوحدة هي أساس ومتطلب للحياة المرجوة، هذه كلها. فعندما نأتي لكن لا شك أنه نحن خلال 100 سنة أو 200 سنة الأخيرة عانينا من ما يمكن أن نسميه التسميم الفكري في مدركاتنا نتيجة خضوعنا المباشر للاستعمار. وقبلها كانت فترة ركود وفترة يعني انحطاط حضاري، اختلط كثير من المفاهيم. في رأيي أن الأمم الحية جوهر المدركات يظل حاضر وحي، ومن هنا ليس فقط هذه المدركات اللي هو ما هو حي منها وحاضر، هي ليست ماضي، في أشياء من الماضي غير موجودة، هو الحي من الماضي، يعني الحي من التراث هو الذي يشكل الحقيقة جوهر مفهوم التراث، يعني نسق المدركات وفي القلب منه المرجعية. اسمح لي أن أقاطعك دكتور، هنا تميزون بين المدركات الجماعية وبين التراث. المدركات الجماعية هي تراث ولكن حاضر، هي التراث الحاضر والحاضر في سلوك الناس. ومن هنا هي مع أنها لأنه دائما المستقبل أو الحاضر وبشكل أدق المستقبل، لأنه الحاضر غير موجود، انتهى، اللحظة الحالية أصبحت من الماضي، فهناك ماضي وهناك مستقبل. المدركات هي موجودة في المستقبل أو في الحاضر لأنه المستقبل هو محصلة الماضي. لا هناك، ومن هنا يعني فكرة المدركات قائمة على الاستمرارية، لا تؤمن بالقطع مع الماضي. قد نتحدث عن تجديد المدركات لكن ليس القطع مع التراث وليس القطع مع المدركات، لأن القطع مع المدركات في تصوري نوع من الانتحار المجتمعي. طبعا هذا الإجابة على هذا السؤال يقتضي أني أمضي قدما في توضيح إجابتي على السؤال اللي طرحته قبلا. عندما سألت ما تعنيه بالناس، الناس هنا هم المجتمع، يعني هم الأمة المجتمعية، هم ليست مجموعة من الأفراد وحسب، هم ناس، هم جماعة. اللحمة بينهم والشيء المشترك بينهم هو المدركات.
اللي هي تجمع حركتهم من الماضي إلى المستقبل، بالرغم من أنه كل فرد أيضا له خصوصيته. فنحن عندما نتحدث مع الناس عن الناس هنا لا نتحدث عن أفراد، قد هذا ينطبق على شيء كالمجتمع كالجماعة الصهيونية أو التجمع الصهيوني، لأن التجمع الصهيوني عبارة عن أفراد من مجتمعات مختلفة، فليس هناك لحمة إلا ما يمكن أن نسميه يعني الأساطير الصهيونية. فعندما نتحدث عن الناس إذن نتحدث عن مجموعة من الناس بشكل مجتمع، وما والأساس في تشكلهم كمجتمع هي اللحمة التي تكونت عبر تاريخ حياتهم المشتركة عبر أجيال وأجيال وأجيال. وعندما نتحدث عن الأمة العربية أنا أتصور أن المدركات الجماعية للأمة العربية قد اكتملت في القرن الرابع الخامس الهجري، وبالتالي الأمة العربية التي صنعت على عين من الإسلام في رأيي هي من أوائل المجتمعات الإنسانية تكونا. نأتي الآن لما يعني طرحته من تساؤل حول ذلك الصراع المفتعل ربما بين من يسمون القوميين أو العروبيين وبين التيار الإسلامي. قد يكون هناك من العروبيون من يقف أمام التيار الإسلامي يعني كتعبير غير مباشر عن تحفظات عن طروحات إسلامية، لكني أتصور أنه الوفاء لأمتهم ومصداقيتهم تقتضي أن الانتباه إلى أنه التفعيل الفعلي الناجز لبدء التكوين المجتمعي لما أصبح فيما بعد قرون الأمة العربية الإسلامية هو بدأ بالرسالة المحمدية. وهنا نلحظ شيء مهم جدا، أنه عادة التقاليد والأعراف تحتاج عقود وقرون حتى تتبلور وتعبر عنها مدركات. نلاحظ في الحضارة الإسلامية أنه لم تطرح فقط المفاهيم اللي طرحها القرآن، لكن أيضا بالموازاة مع هذا كان هناك تقاليد كرستها السنة النبوية، اللي هي باعتبار يعني عملية الاقتداء بسيرة الرسول والامتثال لما دعا إليه. هذه القضية جعلت من المدركات قضية حية يعني وقائمة ومفعلة منذ بداية الدعوة الإسلامية. ومن هنا فهذا التكوين المجتمعي الأمة العربية ليست هي نتاج القبائل التي خرجت من الجزيرة العربية، هي أكثر من ذلك بكثير. هذه القبائل العربية تشكل جزء نسبة بسيطة وليست هي الأغلبية، نسبة بسيطة من تلك المجموعات البشرية كلها التي ظللها الإسلام، والنواة من هذه الجماعات الممتدة كانت شرقا وغربا، النواة منها هي التي لسنها الإسلام بعربية القرآن وأصبحت الآن نسميها الأمة العربية. فهؤلاء العروبيون لأن الإيمان بوجود أمة عربية مش ليست عملية تغني بالماضي، هو إيمان برؤية مستقبلية تقتضي وحدة الأمة العربية أرضا وبشرا. فملاحظة هذه القضية لا تقتضي يعني تقتضي النظر إلى الدور الذي قام به الإسلام ويقوم به الإسلام باعتباره هو الدور الرائد الذي صيغت وفقه أمتنا العربية. بغض النظر كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، كنا موحدين أو كنا ملاحدة، بغض النظر عن هذا. أما بالنسبة للتيار الإسلامي، التيار الإسلامي من أهم إنجازات الحضارة الإسلامية في رأيي تكوينها للمجتمعات للمجتمعات يعني للأمم المجتمعية، كانت الأمة العربية أو غيرها من الأمم وهي تحمل الآن لواء الحضارة الإسلامية. إذا كان التحفظ أنهم يريدون وحدة تتسع لأكثر من الأمة العربية فهذا لا يمكن أن يحدث بقفزة واحدة، هذا يقتضي أولا يعني وحدة
الوحدات التي تشكل هذه الأمة. وأظن كثير من الأعلام والرواد المسلمين كانوا يؤكدوا على هذا، خاصة أن الأمة العربية باعتبارها تحمل لسان القرآن، لابد لا شك أن في رأيي أن دورها مركزي ومحوري في أي تطلع في المستقبل لجامعة إسلامية أو وحدة إسلامية أكبر. ناهيك أن نحن نتحدث عن مشروع يحتاج عقود من الزمن. إن عملية التجديد لن تتم إلا باللغة العربية دكتور. يعني لابد أن يكون، لأنه في النهاية كيف تتعامل مع الشريعة الإسلامية؟ يعني الشريعة هي شيء أساسي لمن له مشروع إسلامي. شايف؟ فالتيار الإسلامي بشكل خاص اللغة العربية قضية أساسية، لأن التعامل مع القرآن والتعامل مع السنة وتراثنا أغلب التشريعي هكذا. شايف؟ صحيح هناك ترجمات، لكنك أنت القرآن لا يترجم. شايف؟ فيعني هذه أمور، فبتصور إنه نظر للمدركات من هذا المنظار ييسر عملية تجاوز هذا الصراع اللي في رأيي أنه أنا مفتعل ولا داعي له ولا يسمي الأشياء بأسماء الحقيقية. الحقيقة أنا أقدم مفهوم التصارت كبديل لمفهوم الجدل. أنا شخصيا لا أؤمن بالجدل بالمعنى الديالكتيكي، لأنه يعني حضارتنا لا تؤمن بأنه محرك الحياة الإنسانية هو التناقض. أنا بحب أن أسميه أنه هو التصارت. والتصارت بأي معنى؟ يعني الجدل قد يفترض تناقض بين الفكر والمادة، وهو تناقض الفكر من غير إنسان غير موجود، والمادة ليست جدلية بحد ذاتها يعني. وهذا علميا الآن يعني حتى الماركسيين في أواخر العهد السوفيتي أقروا به. وعندما نتحدث عن جدل الإنسان، أن الإنسان يحرك تناقض بين الماضي والمستقبل كما يقول أستاذنا عصمت سيف الدولة رحمه الله، أنا في تصوري إنه هذا يقع بإشكالية، لأنه إذا كان الجدل هو التقاء نقيضين في محتوى واحد ما بنفصلوا عن بعض ولا يندمجوا في بعض كما يقول مليونين مثلا، وكما يتحدث كثير عن الجد عن من المؤمنين بالجدل هكذا، فلا نستطيع أن نقول أن الإنسان هو الجدل الوحيد. حتى شيخنا عصمت سيف الدولة يقول أنه يمكن أنه، لأنه واضح أنه بهذا المعنى لم يكن هناك نبات وحياة نباتية وظهرت الحياة النباتية وظهر الإنسان، يعني هذا الوجود عبر الزمن ظهرت ما نسميه بالحياة. أستاذنا عصمت سيف الدولة يقول أنه يمكن تجاهل هذا لأنه هذا يقتضي ملايين من السنين، لكن هذا لا يلغي أنه موجود. فأنا في تصوري اللي موجود يعني لا نستطيع ضمن هذه النظرة لا نستطيع أن نقول أن الإنسان هو الكائن الجدل الوحيد، لأنه بهذا المعنى كل شيء جدلي. إنما نستطيع أن نقول بمعنى ما أن الإنسان هو الكائن التصارطي، بمعنى أنه الإنسان ليس مجرد وحدة بالمادة والذكاء، إنما ممكن نعرفه بطريقة أخرى أيضا، إنه الإنسان هو كائن رسالي تجاوزي. بأي معنى؟ رسالي بمعنى أنها يحرك قيم ملهمة. الإنسان دائما يريد، البعض يسمي هذا سعي نحو الكمال، لكن لا، دائما الإنسان يريد أن يحقق شيء، يحقق رساليته، يحقق المعنى في حياته. وتجاوزي بأي معنى؟ بمعنى أنه الإنسان هو الكائن الوحيد اللي مستقبله ليست هي مجرد محصلة تلقائية يعني مادية تلقائية للماضي، قد هذا نجده في أشياء أخرى، بس الإنسان هنا الإرادة، مفهومنا للإرادة.
فالتصارت يصف هذا، يصف كيف أنه الإنسان يصنع مستقبله باعتباره كائن رسالي تجاوزي، وهذا يتم في تصوري أو كما أنا أرى عبر حركات ثلاث: التمثل المعنوي اللي هو التمثل اللي هو رؤيتنا للمعنى في ضوء التراث الذي نحمله كبشر ونحمله كأمة مجتمعية. هذا التمثل، هذا التمثل المعنوي عندما يواجه واقع يتحول إلى خطة للعمل لمواجهة الواقع. كم مثلا أنا أعرف أن الإنسان يأكل وأنه الأكل يشبع الجوع، فعندما أواجه واقع اللي هو أني أنا جوعان فأدرك أنه علي أن أحضر طعام حتى أشبع، هذا هو التمثل الواقعي. التمثل الواقعي بتحول إلى عمل، مثلا أكل فأشبع أو أتجاوز الجوع، فهذه الحركة التمثل المعنوي فالتمثل الواقعي فالعمل فتمثل معنوي، لأن العمل يغير في الواقع ويزيد معنى إلى ما أحمل أنا لدي من تراث أو من حصيلة معنوية، وهكذا هذه الدائرة تتصل. من يعني من هنا مفهوم التصارت بيطرح ينتبه لموضوع المدركات، لأنه هي الحصيلة المعنوية اللي أي فرد في أي مجتمع من المجتمعات بيحملها وهو يواجه التحديات ليصنع المستقبل. من هنا أهمية التراث. من هنا يعني كان الانتباه لموضوع المدركات، لأنه الإنسان عندما يولد لا يعرف شيء، فمن أين أتت أول معلومة للإنسان؟ كيف أتت المعلومة الأولى اللي بناء على أساسها يمارس التمثل الواقعي ليحقق الواقع؟ هذا هو الذي نستنتج منه، لأن هناك معلومة أولى. إذن الإنسان تجاوزي، يعني في شيء في الإنسان يتجاوز الواقع المادي. والقرآن يعبر عن هذا ب: وإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأنه عندما قال للملائكة يعني إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك والقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. ونعرف بقية الآية كيف إنه سبحانك قال الملائكة لا نعلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا. دكتور، هنا تبدو أهمية المرجعية التنزيهية في مقابل المرجعيات الأخرى التطبيعية اللي هي نعم. هنا أنا المرجعية التنزيهية تمنح لهذا الإنسان مقدرة على التجاوز. نعم، لا أنت يعني أنا أتفق معك تماما في هذا. هنا أهمية المرجعية هو في نسق مدركات أي أمة هناك مفهوم أساسي بالنسبة للحضارة الإسلامية، بنسميه المرجعية أو القيمة العليا، الفردية العليا. في حضارات الإسلامية في بتصور أنه المرجعية التنزيهية المتجاوزة للعقاد وصفها بأنها المرجعية الكاملة، يعني وصفها في لفظات في تعبيرات جميلة. وطبعا رحمه الله المسيري كان له يعني دور مهم في أن يتنبه لهذا. المرجعية التنزيهية هي أساس في المدركات الجماعية لكل المسلمين وللأمم الإسلامية المختلفة وبما فيها الأمة العربية. وفي رأيي أنه أي مدركات لأي جماعة مجتمعية تتعرض لشيء من التشويه، لشيء من التسميم عبر الزمن، ومن هنا فكرة التجديد وإعادة النظر. لكن إعادة النظر إذا كان يستهدف المرجعية نفسها، يعني تغيير المرجعية، شايف كأن يتحول مجتمع مسلم إلى مجتمع مثلا شيوعي أو ملحد، هذا يعني تفكيك المجتمع، لأنه ما لا يصح أنك أنت تتعامل مع يعني المرجعية هي شيء أساسي. ولهذا يمكن الحديث عن تصارت المرجعيات، بس هذا يأخذ يعني هيأخذ قرون قادمة. لكن مثلا
نحن نستطيع أن نمارس التجديد بأن نفهم المرجعية مثلا بشكل أفضل، وهذا مثلا تم عندما ركزوا في القرن الماضي على التمييز بين التوكل وبين التواكل مثلا على سبيل المثال، وعندما حاربوا بعض النزعات اللي فيها شيء من الشرك وهكذا. لكن أيضا منلاحظ أهمية المرجعية في بعض المجتمعات اللي مرجعيتها بدأت يعني تسير في متوالي لإلغاء المعنى، لأنه بيكون في مشكلة، وهذا نلاحظه بشكل خاص في الغرب الآن. الغرب الآن لأنه الإنسان كان أصبح مرجعية نفسه، وهي من مظاهرها النازية التي ظهرت، من مظاهرها الآن أنه في مشكلة في المنظومة الديمقراطية موجودة في العالم الديمقراطي كله، وبالتالي يصبح كل جماعة مرجعية نفسها، المرأة مرجعية نفسها، كل فكرة لها مرجعيتها. كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، بدأنا نتحدث عن حقوق المرأة، صرنا نتحدث عن حقوق الطفل، صرنا نتحدث عن حقوق الحيوان. وصل الأمر الآن بتفكك المرجعية أنه الآن أظن الجماعة الطبية في الولايات المتحدة الآن تقول أنه لا نستطيع أن نتحدث عن ذكر وأنثى، لأنه كل إنسان هو الذي يناط به أن يعرف نفسه أن ذكر وأنثى. هي تلاحظ متوالي، والآن كثير يعني من المفكرين والمنظرين يقولون أن هذا سيدمر المجتمع، لأنه يربك الفنون، يربك الآداب، يحطم الأسرة وهكذا. فعندما المرجعية عندما يكون فيها مشكل، فأنت تستطيع أن تتوقع يعني تدهور يصيب وتفكك يصيب الجماعة المجتمعية. ومن هنا أنا أعول يعني أرى أنه بغض النظر عن أي من التيارات يتعامل مع موضوع المدركات، يجب التعامل معه باحترام وبتقدير. ونحن نلاحظ كثير من المفكرين منهم الماركسيين ومنهم غيرهم تنبهوا لهذا في طروحاتهم، فأصبحوا حتى عندما يقدموا رؤاهم الفكرية يقدموها وهي محمولة على مفاهيم يعني يتبناها عموم الناس. أنا ألحظ أنه جيل أبنائي هو أكثر إصرارا على العودة وأكثر إيمانا بأنه التحرر قادم وسريع من جيلنا إحنا. وأنا كنت أسمع والدي يقول أيضا أنه جيل أبنائه هم أكثر إصرار على العودة وأكثر إيمان بأنه هذه العودة يعني قادمة. ونحن نلحظ الآن كيف شبابنا يتحدث، والانتفاضة على العموم التي جرت منذ 3 عقود تظهر كيف تطور الوعي النضالي عند جماهير شعبنا العربي في فلسطين، إنها أدركت نقطة ضعف هذا التجمع الصهيوني وبالحجر واجهته، وهذا أحدث نوع من الانقلاب في الرأي العام العالمي. والآن أيضا في إدراك أنه هذا الكيان الصهيوني قد بدأ يعني مرحلة الانهيار. وأظن إحنا كنا تحدثنا سابقا منذ سنوات وطرحنا هذا عندما كان الحديث عن انهيار المؤسسة الصهيونية حديث يعني غير رائج، لأنه هو أصبح رائج. هو رائج أساسا لأنه الصهيونية التوطينية أصبحت غير موجودة، اللي هي توطن، ففي هناك مستوطنين لكن ما فيش من يريد أن يوطن، انتهت. والنقطة والتحول الآخر أنه الصهيونية الآن الحقيقية اللي هي علمانية هي الآن لا تملك مقاليد السلطة. الآن من يملك تقاليد السلطة في حقيقة الأمر مش هم أصحاب المشروع الصهيوني الأساسي. المشروع الصهيوني في بدايته صحيح له ديباجات دينية، لكن هو مشروع علماني صرف، شايف. فإذا هناك في الآن تعارض كبير بين جناحين كبيرين، وبتصور هذا التعارض سيزداد.
وعلى العموم أي يعني أي مشروع استعماري يواجه مقاومة حقيقية من أمة حية لابد أنه ينتهي ويفشل. وأظن أنه يعني لا نشك بأنه المشروع الصهيوني يواجه أمة حية، ونحن لا نتحدث فقط عن فلسطين اللي هم رأس الحربة، لكن نتحدث عن أمتنا العربية وهي تقدم كثير من التضحيات. يعني الآن المعاناة التي نعيشها على امتداد الإقليم العربي يعني لا توصف، ونحن نعيش حروب أهلية الآن في أكثر من بلد، يا حروب أهلية أو شبه حروب أهلية. فإيماني أنا في المستقبل يعني كبير، لأني أؤمن بأن هذه الأمة أمة حية. لكن ما أريد أن أقوله، وطبعا حتى تكون أنت متفائل يجب أن يكون لك هدف ولك غاية، وإحنا الهدف والغاية شيء أساسي عندنا في حضارتنا بغض النظر عن المردود. أنا الحقيقة أتصور أنه قضية فلسطين الآن ليس فقط في أنه سيكون مآلها انهيار المؤسسة الصهيونية وعودة عرب فلسطين إلى ديارهم وترك الكثير من الصهاينة، غالبية الصهاينة سيتركون فلسطين يعني بإرادتهم، أصلا هم كلهم بلا استثناء يشعرون أنهم لهم هوية أخرى، يشعرون في هذا معنويا ويمارسونه ماديا، ومع الاستعداد إلى أي لحظة عندما تحين الساعة يحمل حاله ويعود من حيث أتى. لكن أنا يعني لست تفاؤلي ليس منبعه فقط إنه هذه المؤسسة ستنهار، إنما إيمان أهلنا في الداخل بوحدة أمتهم العربية، وطبعا بإيمانهم وتطلعهم أيضا إلى أمتهم الإسلامية بشكل يعني أوسع وإلى أحرار العالم بغير استثناء. لكن إيماني بأنه هذا الجيل في فلسطين عندما تدق الساعة وتنهار المؤسسة الصهيونية، وما ننسى إحنا أنه يعني في خلال 3 أشهر كذا مليون، أكثر من مليون من المستوطنين الفرنسيين تركوا الجزائر، يعني هذا يحدث. لكن تفاؤلي منبعه أنه تحرر الوطن الفلسطيني يجب أن يكون بداية لمشروع الوحدة العربية، لاستعادة الوحدة، ولا أقول تحقيق الوحدة إنما استعادة الوحدة، لأنه إحنا أمي عشنا وحدتنا من قبل. اللي حصل أنه مجيء الحقبة الأخيرة من الاستعمارية الغربية هي التي صنعت التجزئة. فأنا أتطلع إلى أنه فلسطين تكون هو منطلق لاستعادة هذه الوحدة، كما أنه فلسطين في الحقيقة هي جعلوه شيء يفصل بين أجزاء الجسد الواحد العربي، هي الآن بتوسطها يمكن أن تكون منطلق لمسيرتنا الوحدوية في استعادة الوحدة. ولا ننسى الآن أنه مصر هي أنه فلسطين هي مجاورة الآن لمصر من جهة، وللشام وللسعودية وشبه الجزيرة من جهة أخرى. وأنا أتطلع إلى أنه تحرر فلسطين يكون بداية لالتحام فلسطين بهذه الأجزاء، إما بشكل كامل أو بشكل متدرج. ومن البداية يجب أن تكون فلسطين بلدا لكل العرب يعيشوا فيه على الصعيد العملي وحدتهم. وأنا يعني أتعشم في جيلنا هذا القادم في فلسطين أنه يحمل لواء هذه الوحدة، وإن شاء الله إن غدا لناظره قريب.